السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح محاضرة بعنوان الكاتاليز تيست، اللي هو اختبار الكاتاليز. راح ناخذ مقدمة عن هذا الاختبار. أولا، الكاتاليز هو عبارة عن إنزيم، اللي هو الكاتاليز عبارة عن إنزيم، وأي مقطع ينتهي بأي أس إي هذا إنزيم. هذا الإنزيم يعمل على تحول، اللي هو convert الهيدروجين بيروكسيد، اللي هو ال H2O2، عبارة عن مادة توكسيك للخلية البكتيرية، وبعض الحياة المجهرية تمتلك هذا الإنزيم اللي هو الكاتاليز، يعمل على تحول هذه المادة الهيدروجين بيروكسيد، يحولها إلى ماء وأكسجين، فبالتالي يتخلص من هذه المادة السامة والجذور الحرة ويحولها إلى مواد بسيطة على الخلية، اللي هي ووتر وأكسجين، فببساطة التخلص من هذا المادة السامة. أيضا هذا الإنزيم الكاتاليز موجود بالأيروبيك أورغانيزم، اللي هو النيد الأكسجين، اللي تحتاج الأكسجين، أو بالفاكولتيتيف أنايروبس، اللي هو الاختياري لا هوائي، أي بمعنى هذا المصطلح فاكولتيتيف أنايروبس يعني الكائن بإمكان النمو بوجود أو عدم وجود الأكسجين. أيضا هذا الفحص يستخدم للتفريق بين الأحياء المجهرية اللي في بعض الأحياء الموجود لهذا الإنزيم والبعض الآخر غير موجود هذا الإنزيم. أيضا هذا الإنزيم موجود بالخلية أو الجزء الخلوي لعضية البيروكسايسوم. هذه مقدمة بسيطة عن هذا الإنزيم ألا وهو الكاتاليز. راح ناخذ فد الاساسيات هذا الاختبار. لاولا، انزيم نيم عرفناه بان هو الكاتاليز، يعني الحياة المجهرية تمتلك هذا الانزيم اللي تعمل على تحلل، اللي هو تحلل منه الهيدروجين بيروكسيد، اللي هو الرمز الكيميائي H2O2. فبالتالي هذا وجود هذا الإنزيم في البكتيريا مهم جدا. ليش؟ لأن راح يكون protecting the cell، يعني يعمل على حماية البكتيريا من الأكسيديتيف دامج، اللي هو من العناصر المؤكسدة، واللي هو باي رياكتيف أكسجين سبيشيز، اللي هو الROS، اللي هي الجذور الحرة اللي تكون توكسيك. أيضا السبستريت نيم أو الرياجنت نيم هيدروجين بيروكسيد، اللي هو ال H2O2. الانزيم اكشن، يعمل هذا الانزيم اللي هو الكاتاليز على بريك داون، اللي هو يعمل على تكسير اوف توكسيك، اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ال H2O2، وكما ذكرنا يحوله الى اكسجين غاز، اللي هو غاز الاكسجين ووتر. وهذه المعادله ايضا امامك يا عزيزي الطالب. لاحظ دور الكاتاليز يعمل على تحلل او ديجريديتيف اور بي بريك داون اوف توكسيك H2O2 ويحوله الى ماء واكسجين سهل الامتصاص من قبل الخليه. ايضا الهيدروجين بيروكسيد كما ذكرنا بانه يكون بالايروبيك ريسبيريشن، بالتنفس الهوائي، وايضا ممكن كما ذكرنا ممكن وجوده بالبريك داون تو بريفنت توكسيك اكشن اون دي ان اي اند سيل ممبرين، ايضا يحمي الخليه الدي ان اي الخليه، وايضا الجدار الغشاء البلازمي للبكتيريا، فبالتالي يلعب دور جدا مهم بروتكتينج ذا سيل اوف بكتيريا. كما ذكرنا مختصر بسيط، السبستريت نيم اور ريجنت هيدروجين بيروكسيد، انزيم اكشن اللي هو فعاليه هذا الانزيم، بريك داون اوف توكسيك H2O2 ويعطينا اكسجين غاز ووتر، وكما موضح بهذه المعادله. ايضا هذا كما ذكرنا اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، لما نضيفه الى المستعمرات البكتيريا راح ايضا راح يعطينا نفس ما ذكرنا ايضا الاكسجين ووتر، ولكن الانديكيتر فور بوزيتيف تيست اللي هو البوبلز. ليش بوبلز؟ لان هذا في هذا الانزيم يعمل على انتاج كل من الماء وغاز الاكسجين، فبالتالي الاكسجين سبب هذه البوبلز.
أيضا هذا الفحص مهم جدا to distinguish between microorganism bacteria. فمثلا هذا الفحص يمكن أن يستخدم بالجرام بوزيتيف كوكاي اللي هو الموجبة لصبغة جرام اللي هو العصوية. فمثلا التفريق بين ستافيلوكوكس والستريبتوكوكس، فمثلا ستافيلوكوكس بوزيتيف للكتاليز، بينما الستريبتوكوكس راح تكون نيجاتيف للكاتاليز. هذه من ناحية الكوكاي. أما من ناحية الجرام بوزيتيف باسيلاي اللي هي العصوية، فمثلا يمكن التفريق بين الباسيلس والكلوستريديوم بكتيريا. فمثلا الباسيلس تكون بوزيتيف للكاتاليز، بينما الكلوستريديوم تكون نيجاتيف للكاتاليز. مع العلم الباسيلس والكلوستريديوم لهم صفة مميزة ألا وهي السبور فورمينج. ايضا الصفه الاخرى لال انتيروبكتريسي اللي هي العائله المعويه اللي دائما تكون جرام نيجاتيف باسيلاي عصويه تكون ايضا بالكاتاليز بوزيتيف. والستيريو مونوسايتوجينز ايضا جرام بوزيتيف باسيلاي تعطي كاتاليز بوزيتيف. هذه من ناحية التفريق بين الأحياء المؤشرية، فمثلا بعض الأحياء تكون بوزيتيف لهذا الكاتاليز والبعض الآخر تكون نيجاتيف. اما من ناحيه البروسيجر فبروسيجر جدا بسيط. وايضا اما من ناحيه البروسيجر اللي هو العملي، اولا نحضر كلين مايكروسكوب سلايد اللي هو جلاس سلايد للمايكروسكوب، هذه اولا. بعد ذلك راح نخلي او نضع بليس سمول اماونت اوف جروث فروم كلتشر، ويجب ان تكون الكلتشر فريش بمعنى قبل 18 ساعه او 24 ساعه. نضع سمول اماونت من الجروث يعني على المايكروسكوبك سلايد. هذه الكلمات باللون الاحمر هذا يقول لك لا تستخدم فحص الكتاليز على الوسط البلد أجار، هذه أولا. وأيضا لما تأخذ كولوني من البلد أجار بليت لا تأخذ وياه بلد أجار. ليش؟ لأن راح يعطيك شنو give a false positive، راح يعطينا positive كنتيجة موجبة كاذبة. ليش؟ لأن في وسط البلد أجار احنا نستخدم الريد بلد سيل اللي هو الكريات الدم الحمراء، وهذا بنسبة من الأكسجين اللي ممكن أيضا تؤثر على نتيجة هذا الفحص، لأن أساس هذا الفحص هو الأكسجين، الغاز المنتج نتيجة تحول الهيدروجين بيروكسيد إلى أكسجين وماء. هذه من ناحية. أيضا بعد ذلك ما وضعنا small amount of growth على الكلين مايكروسكوب سلايد، بعد ذلك راح نضيف بعض القطرات من الرياجنت اللي هو H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد، وبعد على onto the smear اللي هو على مسحة الكلين سلايد من الجروث. وبالتالي بعد ذلك نسوي ميكس بالتوث بيك او بعواد الاسنان، وبعد ذلك راح نشوف النتيجة. هنا يقول لك don't use metal loop or needle with the H2O2. ليش؟ لأن هذا يحوي على أيضا ممكن يعطينا false positive and degrade the metal. إذن في هذا الفحص علينا تجنب شيئين، الأول عدم استخدام البلد أجار بليت بهذا الفحص، وأيضا عدم عند أخذ الكولوني من البلد أجار بليت يجب not to scrape up on any of the blood agar، يعني ما نخلي أي نسبة من البلد أجار على المكلين مايكروسكوبك سلايد، راح يعطينا false positive. هذا الأول. الثاني ما نستخدم لا اللوب ولا النيدل، لأن هذه تحوي على المعادن وأيضا ممكن يعطينا بالfalse positive. هذه ببساطة، أولا نحضر كلين مايكروسكوب سلايد، بعد ذلك ناخذ من الكلتشر، أي هنا بالبلد أجار يجب أن لا ناخذ من البلد أجار وإنما ناخذ فقط الكولوني النمو للبكتيري، وبعد ذلك راح نوزعها على المايكروسكوب سلايد كلين مايكروسكوب سلايد، وبعد ذلك نستخدم الرياجنت وراح نشوف النتيجة على عند شكل التالي. إذا كان
فهنا راح نشاهد نوعين من النتائج. النتيجة الأولى هذه البوزيتيف، نتيجة تكون البابلز. البوزيتيف ريزلت رابيد ايفوليوشن اوف اوكسجين غاز از ايفيدنس باي بابلينج، اللي هو تكوين الفقاعات ب على النتيجة الموجبة. أما إذا كانت النتيجة سالبة no bubbles production because this organism not have catalase test، يعني ما يمتلك إنزيم الكاتاليز. فبالتالي نوعين من النتائج، البوزيتيف ريزلت راح يكون فورميشن اوف البابلز اللي هو الفقاعات نتيجه تحول الهيدروجين بيروكسيد ال H2O2 الى اكسجين وما نتيجه، وبالتالي راح يكون لنا هذه البابلز. اما اذا كانت نيجاتيف فراح يبقى نو بابلز فورميشن بيكوز ذس بكتيريا نوت هاف ذا او دونت هاف ذا ذس كاتاليز تيست. والى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم التوفيق، مع الشكر الجزيل لكم.